أهلا بكم من جديد. كلف العاهل المغربي محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء. وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن العاهل المغربي قام بالتعيين والذي جاء طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقال أخنوش للقناة العمومية عقب تكليفه إنه سيبدأ المشاورات من الآن لتشكيل حكومة جديدة، والأهم هو أن تكون منسجمة ومتماسكة، معتبرا تعيينه تشريفا. وأعرب أخنوش عن أمله بتكوين أغلبية رصينة قادرة على تفعيل التوجهات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي أطلقها الملك وقادرة على استكمال مسار التنمية، مؤكدا على العمل من أجل تحسين معيشة المواطن على حد قوله. نتابع. مشاهدينا للمزيد ارحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد عادل الحامدي الكاتب والاعلامي. ارحب بك سيد عادل. لاول مره في المغرب رجل اعمال يكلف بتشكيل حكومه، هل سيغير من المشهد شيء في المغرب؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، علينا ان نرى في البدايه بان فوز عبد العزيز خنوش بالانتخابات التشريعيه والجهويه والجماعيه الاخيره كان عبر صناديق الاقتراع، وان هذا الرجل اشتغل منذ العام 2016 أي منذ تكليفه برئاسة حزب التجمع الوطني الأحرار الذي يحسب على أنه قريب من القصر، اشتغل بمهنية وبحزبية وبكثير من العمل الدؤوب من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي فاز فيها بأغلبية مطلقة وحاز فيها المرتبة الأولى. هل أن تكليف رجل الأعمال يهمه دائما الربح والمال، هل تكليفه برئيس الحكومة يمكن أن يساعد على النجاح؟ هناك اختلافات كثيرة وتباينات كثيرة. بعضهم يقول بأن زواج المال بالسياسة غالبا ما ينتهي إلى الفشل، ولكن آخرين أيضا يقولون بأن هذا الرجل الذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في مجال الشركات التي اشتغل عليها منذ قدومه من كندا في تسعينيات القرن الماضي إلى الآن يمكن أن يكون أو أن يقدم على الأقل نموذجا ناجحا في العمل السياسي، لا سيما وأن هذا الرجل يحتفظ بعلاقات متينة وقوية مع القصر، وهذا ربما يساعد في ربما إزاحة كثير من العراقيل التي تقف أمام أي رئيس حكومة. طيب، من هي الأحزاب التي يمكن أن يتشارك معها أخنوش أو هي تتشارك مع أخنوش؟ لاحظ زياد أنه في الفوز أو في القوائم أو في الأحزاب التي تصدرت نتائج الانتخابات لا يوجد هناك حزب لا يرغب في أن يكون شريكا في السلطة. نحن نعرف مثلا بأن التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة كلاهما قريب من القصر، فالأصالة والمعاصرة الذي أسسه مستشار الملك فؤاد عادل الهمة والذي يتولاه الآن الأستاذ عبد اللطيف المحامي عبد اللطيف وهبي هو أيضا قريب من القصر. أيضا حزب الاستقلال الذي تقول مصادر بأن أيضا القصر يريد أن يكون جزءا من هذا. طبعا بعض المراقبين يتحدثون عن سيناريوهات ثلاث. السيناريو الأول هو أن تتشكل الأغلبية من الأحزاب الثلاثة الأولى، أي التجمع الوطني للأحرار، الحكومة أقصد، التجمع الوطني للأحرار وبعده الأصالة والمعاصرة ثم معهما حزب الاستقلال، وهذا سوف يعطي أغلبية مطلقة حوالي 254 مقعدا، وهذا يجعل الحكومة تشتغل بشكل مريح. السيناريو الثاني وهو أن يكون أن يضم السيد خنوش تشكيلته أو تحالفه السابق، وهذا التحالف السابق أقصد به هنا الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي
وأيضا الحزب هو التجمع الوطني الأحرار. هذا لن يشكل الأغلبية التي تقتضي وجود نحو 200 نائب من أصل 395، وهذا بالتالي يستوجب إضافة قوائم أخرى. السيناريو الثالث وهو السيناريو الأقرب، وهو أن يتم الحديث عن وجود بالإضافة للتحالف الحكومي أن يتم ضم حزب الاستقلال أو حزب الاستقلال، وحزب الاستقلال هو مطلب لأنه له قواعد شعبية كبيرة وأيضا له كوادر ونخب كبيرة. علينا أن نتذكر بأن له الآن 78 نائب، وأن عبد اللطيف وهبي أو حزب الأصالة المعاصرة كما لو أنه عبر عن رغبته في أن يكون جزءا من المعارضة، وبالتالي فالمشهد الآن يحاول التوزيع بين الأحزاب الموالية للحكومة أو الموالية لمشروع عزة خنوش وهي التي ذكرت، وأيضا المعارضة وهي أيضا ستكون قريبة من قصر وربما يتصدرها الأصالة والمعاصرة. يعني إذا ما انضمت هذه الأحزاب الكبيرة الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال إلى خنوش بتشكيلة الحكومة، إلى أي مدى سيكون هناك أزمة في المعارضة؟ لأنه لن يكون هناك معارضة حقيقية في هذا الحال. الآن شوف السيناريو الذي هو الأقرب أن يتم قسمة هذه الأحزاب بين أحزاب في الحكومة وأحزاب في المعارضة. غالبا أن عزيز خنوش مع تحالفه السابق، وأعني هنا الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وسيضم إليهم أيضا حزب الاستقلال على أن يبقى حزب الأصالة المعاصرة في المعارضة، علما بأن هناك بعض التسريبات تتحدث عن أن زعيم حزب الأصالة المعاصرة ربما يعني عبد الطيف وهبي وهو محامي ربما يكون متمردا نوعا ما أو له خرجات خارج السياق، وأن هذا يسمح له على الأقل أو أن له شعبية أكثر أو شعبوية بين قوسين تجعله قريب من المعارضة، وأن هذا سوف يقدم خدمة للتحالف الحكومي من جهة ويقدم خدمة أيضا للسلطة بحيث أن يتم ضمان المعارضة، وبالتالي تشتغل الأغلبية والمعارضة بانسجام وبتقاسم أدوار، وهذا سوف يسهل على عزيز خنوش أو سيقدم له الأرضية الملائمة لتنفيذ مشروعه الذي وعد به. وإن كان كثير من المتابعين يعتقدون بأن الوعود التي كان قد تحدث بها خلال حملته الانتخابية ربما تكون وعود مبالغ فيها، وأن السيف أو الواقع سوف يكون أصدق أنباء من تلك الوعود. نعم، هو تحدث عن أنه هدفه تكوين أغلبية رصينة قادرة على تفعيل التوجهات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي أطلقها الملك. إلى أي مدى الحكومة، أي حكومة في المغرب، يعني لديها تلك الصلاحيات الواسعة لتنفيذ سواء المشاريع السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد؟ طبعا ربما نسيت ملاحظة مهمة أستاذ زياد، أن حكومة عزيز خنوش تتحرك الآن وهي متحررة من ضغوط الشارع. بمعنى ضغوط الشارع بأي معنى؟ ضغوط الشارع المطالب بالتغيير، وهذا الشارع الذي كان موجود في عام 2011 أي في أيام جماعة 20 فبراير الآن هو يتحرك بناء من منطلق وجود غطاء قوي وهو الغطاء الداعم هذه الأغلبية الكبيرة التي وصل بها إلى تصدر الانتخابات، وأيضا هذه الأحزاب القريبة من توجهات عزيز خنوش والتي يمتلك هو نفسه أدوات للتأثير والضغط عليها. هذا فضلا عن أن عزيز خنوش سوف يشتغل على رؤية هي في الأصل موجودة، أوجدتها ما يسمى بلجنة التنمية أو النموذج التنموي الذي كان قد أعده وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى، وهو أحد الرجال المهمين الذي اشتغل في السنتين الأخيرتين في عهد العثماني كما لو أنه هو الحكومة، وهو الذي أوجد برنامجا تنمويا أو نموذجا تنمويا حظي بالمصادقة سواء من الأحزاب التي كانت مشكل الحكومة وسيد عزيز خنوش يوم كان وزير الفلاحة كان جزءا منها أو حظي بموافقة الملك، وبالتالي فإن حكومة عزيز خنوش أعتقد
بأنها سوف لن تجد الكثير من العناء في تنفيذ أو تطبيق أو تقديم الترجمة الواقعية للتوصيات التي تقدمت بها لجنة النموذج التنموي والتي حظيت بموافقة من أو مباركة من جميع القوى السياسية، وقد كانت نتيجة حوارات أجراها شكيب بن موسى مع مختلف القوى السياسية والمنظمات النقابية في المغرب. وبالتالي ربما تكون الطريق الآن ميسرة، لا سيما أن حزب العدالة والتنمية نفسه هو الذي قدمت أمانته العامة الاستقالة وتحملت المسؤولية على هزيمتها في الانتخابات، أبدأ قادته استعدادا على أنهم يعتبرون بأن ما جرى هو جزء من التجربة الديمقراطية، وأنهم يميزون بين الخسارة أو التداول أو التناوب على السلطة وبين خدمة الوطن، وأنهم مستعدون للاستمرار في المساعدة في خدمة الوطن. طيب أخيرا وبأقل من دقيقة لو سمحت، طالما تحدثت عن حزب العدالة والتنمية، كيف تقرأ مستقبل الحزب في ظل هذه الخسارة المدوية حقيقة؟ شوف أيوب زياد، الحديث عن أن حزب العدالة والتنمية يعني تلقى ضربة قوية وقاسية وهزيمة قاسية هذا كلام صحيح، وهي هزيمة سياسية، لكن الحديث عن أن الأحزاب بحجم حزب العدالة والتنمية من ذات الطبيعة والخلفية العقائدية أنها يمكن أن تنتهي بهذه الضربات، أعتقد بأن هذا كلام مبالغ فيه، وتاريخ الأحزاب العقائدية والفكرية ربما يبين ذلك. العدالة والتنمية الآن قدم قراءة سريعة وعاجلة وتجاوب سريع وعاجل، وهو استقالة الأمانة العامة والدعوة إلى مؤتمر استثنائي سواء لمجلسه الوطني أو للحزب، وأعتقد بأن هذا متوقف على القرارات التي يمكن أن تصدر عن هذا المؤتمر، وما إذا كانت هنالك قيادة جدية وفعلية يمكنها أن تعيد قراءة المشهد وتعود بالحزب إلى مربعه الأول، أي إلى المربع الشعبي، وأن يقدم نقدا ذاتيا ويتبرأ من كثير من الأدران التي وقع فيها وعلى رأسها الموقف من التطبيع وأيضا الموقف من زراعة الحشيش والكيف أو القنب الهندي والموقف من عروبة أو تعريب التعليم. أشكرك جزيلا سيد عادل الحامدي الكاتب والإعلامي على حضورك معنا. شكرا جزيلا.